ايه اول ماتش لعبته مع النادي الاهلي من ساعه انضمامك للفريق الاولي؟ هو ماتش، انا لعبت ماتش واحد، لعبت ماتش الترسانه في الكاس، كان 30/9/2020. 30/9 انا بحب اصلا احفظ التواريخ. كان 30/9/2020 ده كان كاس مصر. اصعد، كان كاس مصر مع الترسانه، كان دور ال 32 و16 مش فاكر، بس انا يعني دي كان احلى لحظه في حياتي، لان انا كان ده من يوم ما طلعت انا حاطط طارق، يعني انا ساكن جنب النادي هنا، بس انا كان التارجت بتاعي دايما ان انا مش عايز اجي اروح النادي الاهلي الجزيره لاي مشوار لايا كان، مش عايز اروح غير وانا بتمرن في الفريق الاول. انا كنت حاطط كده دايما في دماغي، انا احنا تمرين فريق الشباب او الناشئين دايما بيبقى في مدينه نصر. انا عارفه. فدايما انا كنت انا ساكن جنب النادي وممكن اجي اشوف صحابي ايا كان، بس انا كنت حاطط تارجت دايما في دماغي ان انا مش هخش النادي غير وانا لعيب في الفريق الاول، والحمد لله حصل الحمد لله. فبالنسبه لي كمان كنت مستني بقى لحظه اللعب، خلاص هو كل مرحله بيبقى ليها التحدي بتاعها، خلاص المرحله الاولى خلصت ان انت طلعت سيبت، بعد كده تبص ليه ما تلعبش ماتش، ليه لا في ماتش في اتنين، وتبتدي الدنيا تمشي. فساعه ماتش الترسانه دي لما عرفت كمان قبل ما انا هلعب كنت في حاله تركيز جدا، ان انا خلاص بقى انا اللحظه ان انا بتمناها جت. وفي ال 90 دقيقه تحس ان هم عدوا كانهم دقيقتين، فاهمه يعني ال 90 دقيقه بتاعت الماتش بيوم الماتش كله تحس ان اليوم خلص كده. كنت مستني عايز اللي هو الموضوع يطول، لدرجه ان بعد الماتش خلص انا عايز العب ماتش تاني دلوقتي، ما عنديش مشكله خلاص، الواحد كسر الرهبه وكسر كل حاجه والحمد لله.